أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو عن فتح باب التقدم للمنافسة على نيل جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم في دورتها 11 للعام 2019، والموجهة للأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية على الصعيد الدولي، وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 31 من أكتوبر المقبل. وتهدف الجائزة إلى تكريم المشروعات والبرامج الرائدة على الصعيد الدولي في مجال توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال في توفير التعليم للجميع، انسجاما مع أحد أهم أهداف اليونسكو، وهو ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع من خلال المنظومات الإلكترونية، حيث تسلط الجائزة في دورتها الجديدة الضوء على المشروعات المتميزة في توظيف الذكاء الاصطناعي والعلوم الحديثة للتجديد والتطوير في الحقل التربوي والتعليمي وتعزيز مهارات القراءة، فضلاً عن الممارسات الناجحة في مجال التدريس والإدارة التعليمية من خلال الاستخدام الفعال للوسائل والأدوات الرقمية.